رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلاء القنيطرة. اليوم كان واحد الحدث إفريقي اقتصادي شهدته الغرفة وهو مجلس الأعمال المغربي النيجيري. جرى انتخابكم نائبا لرئيس هذا الحدث الاقتصادي في عجالة، لو تحدثنا عن الهدف من هذا اليوم. هذا المجلس يوم يتأسس المجلس ديال رجال الاعمال بين المغرب وبين نيجيريا. هذا كتعرف نيجيريا من الدول الكبرى اللي كاينه في افريقيا، والمغرب من الدول الكبرى اللي كاينه في افريقيا، وهذا واجب علينا كبلدين نخدموا المصلحه ديال بلادنا وديال افريقيا. اليوم هذا اللقاء درناه بناء على يعني التحرك ديال صاحب الجلاله اللي صراحه تحرك في افريقيا بشكل اللي ما يمكنش الانسان يتصوره. يعني الحمد لله ولينا في افريقيا، مغربي في افريقيا مطلوب، مغربي في افريقيا محترم. واليوم اسسنا هذا المجلس على اساس نخدموا بين الدولتين. كتعرف نيجيريا دوله اقتصاديه كبيره، خص المغاربه يفهموا ان الاقتصاد ديالها هي غادي يكون هي الاول ولا الثاني في افريقيا. دوله كبيره هي، ماشي دوله صغيره. واللي كنطلب من المغاربه رجال الاعمال ان يهتموا بها ونتموا الشراكة معهم. هما بغوا يستمروا في المغرب والمغاربة يمشيوا ويستمروا معهم، يعني في الصادرات، في الواردات، يعني النيجيريين باغيين يتعاملوا مع المغاربة. وكنتمنى ان شاء الله ان هذا اللقاء هذا يكون واحد اللقاء اللي غيثبت العلاقة بين البلدين. انك تعرف العلاقة كتثبت بالاقتصاد، وخا السياسة كاينة ضرورية ولكن الاقتصاد مهم. وحنا ان شاء الله بغينا نمشيو في الطريق الصحيح، هو ان نخدموا في هذا المجلس، نحاولوا نقويوا ونحاولوا نخلقوا في الثقه بين المغاربه وبين النيجيريين، باش يمكن نحاول نقيوهم في البي تو بي وفي اللقاءات يعني بينهم، وحاولوا نمشيو عندهم وغيجيو عندنا ان شاء الله. ومثيقا ان هذا المجلس غادي ينجح. وشكرا.